صباح الخير. هذا اول يوم لي هون في الصيد في اريزونا. طلع لي تصريح الصيد اني اصيد غزال، حتى رقم في التصريح كان 1. جاي مع شخص اسمه جاي حيساعدني ان شاء الله في الموضوع، وان شاء الله بيكون فيديو حلو. خليكم. هلا زي ما شايفين الشمس قاعدة تطلع وتغطي هذا الجبل، فالشمس قاعدة تنزل نزول لتحت، فالجبل بصير كتير سخن بيخلي الغزلان يدوروا على مكان فيه ظل، فبتلاقيهم بينتقلوا من المكان اللي هم فيه لمكان تاني، وهذا بالضبط اللي احنا قاعدين نستنى حركة. Another. أعطيكم تقرير سريع على اللي صار. طخيت 5 مرات على الغزال بس ما جبته للأسف. إجا وراه، إجا قدامه، حواليه، بس ما إجت فيه نهائيا. آخر رصاصة خوفته طلع على الجبل وراح الجهة الثانية تقريبا. فهلأ الشمس طالعة بهاي الجهة هيك رايحة، فهو يمكن يرتاح. بعدين لما الشمس تصير عمودية فوق الرأس هو حيحر وحيتحرك، وهذه حتكون فرصتنا انه نشوفه مرة ثانية ونطخه. لسه اليوم ما خلص وهذا لسه اول يوم، فانا محظوظ اني اطخ 5 رصاصات في اول نهار في اول يوم صيد. هلا احنا رايحين على مكان جديد، بس بنتواصل مع الطرف الثاني من اصحابنا عشان نعرف اذا بنقدر نساعدهم ولا لا. توي جاي شرح لي شغله عن الصيد بصراحه قلبت مخي. بحكي لي دائما احنا لما نصيد الغزال الكبير اللي قرونه كبار هيك احنا بنعطي تشانس للغزلان الصغار الذكور انهم يستبدلوا مكانه، واحيانا هذا الكبير بيكون فيه جينات مش كويسة، فأنت لما تشيله من الطبيعة هيك أنت بتنقذ أجيال الجاية ما راح تاخذ هذا الجين المش كويس. فهيك تقريبا إحنا بنفيد الكل، وبالآخر بيكون عندك لحم في الثلاجة. جاي لها 3 غزلان على قمة الجبل فوق هناك، فبعاد عنا 1250 يارد. طبعا ما رح نقدر نطخ لأنه ما بنعرف الرصاصة إذا ما إجت فيهم وين حتروح، فعشان المنطقة كانها مفتوحة من فوقهم، لكن حنروح على التلة هون تبعد 600 يارد، بعدين بنطخ من هناك وإن شاء الله بنجيب 1. في 3 يعني إن شاء الله خير، ولسه ضايل 4 ساعات للشمس عشان تنزل، لسه في وقت. شفنا 3 غزلان لما قربنا منهم 600 يارد. هلا مش شايفين ولا حدا فيهم، لكن اللي معانا في الجهه الثانيه صادوا غزال له 3 نقط في قرونه. قبالي رحنا على المكان قعدنا فيه 10 دقايق، قعدنا نطلع حوالينا ما لقينا ولا شيء بيتحرك، حتى لقينا غزلين صغار ما مش مستاهلين انك تمشيهم 1400 متر عشان تطخهم وتجيبهم، لانهم اصلا صغار. لو كان كبير فممكن، بس صغير لا. فهلا بنروح مكان ثاني، نروح على جهه في هيك زي افقيه اكثر ممكن نشوف فيها غزلان اكثر. فان شاء الله خير، خليكم.
هلا الخطة إنه نروح مكان تحت الجبل هناك، لأنه الشمس لسه ما ضربت الجهة الثانية، فلسه في ظل، معناته ممكن يكون في غزلان لسه متخبي في الظل، فهنكون على الخط الفاصل بينهم نستناهم يتحركوا. هلا وصلنا على قمة الجبل، كنا تحت جنب بحيرة مي صغيرة عاملينها للحيوانات تشرب منها. هلا بفرجيكم من فوق كيف احنا بعاد وكيف شكلها واحنا بنطلع عليها من فوق هيك زي النقطة. لكن وصلنا هون بيحكوا انه في غزال كبير قرونه كبار، مش عارف اذا حنشوفه اليوم ولا لا، لكنه موجود في هاي المنطقة وراي قمة الجبل اسمه جرين باك، وبدنا نطلع على هاي الجهة وبدنا نروح نطلع كمان على هذيك الجهة ان شاء الله بنلاقي شيء. هلأ في نهاية اليوم الثاني، للأسف ما قدرناش نصيد، ما قدرناش نشوف أي شيء، لسه ضايل كمان يومين لإلي هون، فهلأ بدنا نرجع السيارة ونرجع مرة ثانية على المكان اللي مخيمين فيه، وإن شاء الله خير، بنشوف ثاني يوم إن شاء الله بيكون أحسن، بيكون يوم اثنين، الناس ممكن بيرجعوا على شغلهم، بتقل الزحمة، بتقل الدوشة، فإن شاء الله بكرة الصيد، اليوم رقم اثنين، ما ظبط. هلا حننزل على الكانيون تحت عشان نجيب الدب، قتلوا دلن فنشيل كل الاوزان اللي ما بدنا اياها، وهلا حننزل فان شاء الله خير. قاعدين ننزل بشكل غير مستقيم، رحنا على اليمين قاعدين ننزل من طريق سهل، شوفوا كيف سهل. هلا بنشوف الدب الضخم اللي صاده دلن. وراي هون الدب اجى شرب مي، كانت اخر شربة مي له مسكين، شرب هون من هذا المي لهون وضله ماشي. في نفس الوقت احنا كنا فوق هناك قاعد امشي على نفس المكان اللي مشي فيه الدب.
takes mine out. Mine's cool and all because of the swirl. This is beautiful. قاعدين يتكلموا انه كيف لونه حلو ومليان دهن وكثير لدرجه انه بده يعمل مجسم، يعني كل الدب حيكون قاعد له في البيت مش بس الراس. شوف مكبر ايده، تخيل عاد ضربه واحده منه بس. يا لطيف. واو هيز هيفي جاد. او ماي جاد ما شاء الله. Lord, thank you for this incredible morning and this opportunity to take this magnificent animal. And we thank you for your safety and protection thus far. And we ask for it on the way out. And we just thank you for this incredible experience. You know, pray, amen. Purple mouth. You know what that's from? Eating the prickly pear fruit on the cactus. That's prickly pear juice. قاعدين يقصوا بفروته، فمليان دهن. هو بيحاول قد ما يقدر ما ياخذ من الدهون الزياده عشان ما يزيد الحمل على حاله، حيكتفي بالدهون الموجوده في اضلاعه هيك. ففي شغل كثير وفي وزن ثقيل، وزنه تقريبا 400 باوند، يعني بنتكلم عن تقريبا 190 كيلو اقل شيء. هذا حيتقطع وحنشيله وحنروح فيه. خليكم. قطع الدب وحط في اكياس، هلا بدنا ناخذه ونطلع فيه لفوق. عاد لما احكي لفوق انا بتكلم يمكن ارتفاع 300 متر. الله يعين على هالطلعه، لكن ما بنفع نترك الحيوان ورانا، فالفيديو حيكون شكله شوي طويل. هلا جمعنا كل اللحم في اكياس، هذا كيس كبير هون، في كيس ثاني هون، في هذا كمان كيس صغير، وفي كيس ثاني صغير، يعني اربع اكياس وهم شغالين على فروته. فمش عارف انا شو حيطلع نصيبي، بتوقع هذا الكيس. هلا حطيت الجزء اللي حشيله من اللحمه جوا شنطتي، طلعت كل اشي بتاكله هيك برا، وهذه هون مسكر عليها من الجوانب، ان شاء الله ما راح تفتح. وزنها يمكن 30-35 كيلو، فكاني شايل ولد صغير في ظهري. مسكين في وزن يمكن 100 باوند على ظهره، مش قادر يطلع مسكين، ويمكن يوقع. فإذا قدر يطلع حيطلع، هاخذ شوي من وزن ما. هاي حتنقذ الوضع، لو اخذتها بايدي كل شيء بيكون تمام. مشينا 350 يارد اصعب شيء، هلا قاعدين عندنا مسافه افقيه سهله، بعدها بدنا نطلع لفوق، يعني صعوبه ميديم متوسطه. خلصنا من الصعب، هذا اهم شيء. هلا الله يستر نشوف ايش بصير. تقريبا ضايل 115 يارد عبال ما نوصل التراب، بعدين 300 يارد عبال ما نوصل السياره، يعني 400. حناخذ بريك يمكن على التراب فوق، بعدين حنمشي على مهلنا عبال ما نوصل. هذا ابو ظهري كان. We're doing good Dylan. Great. اليوم لسه ما خلص، احنا في اليوم الرابع، ودينا الدب على المكان المخيم فيه، حطيناه في الفريزر لانه في دبان دخل في تمه ل الدب عشان يحطوا بيض، هذا البيض معاه 24 ساعة عشان يفقس ويبدأ ياكل في الدب من جوا، فكان لازم نحطه الفريزر عشان نقتل هذا البيض. هذي شغلة. هلا احنا مكان قريب من المكان اللي مخيمين فيه، وحنحاول نلاقي الغزال ان شاء الله خير. مكان مختلف، مكان جديد، نتوقع ان شاء الله يكون في غزلان. اليوم اخر يوم، لازم اصيد. لنا هون تقريبا ساعتين فما شفناش ولا حركه. جاي قدر يشوف غزال
بعيد يمكن 100 منهم، مش مستاهل اصلا نطلع عليه لانه انثى وبعيد كثير. اللي حنسويه حنروح على السياره ونطلع على جهه ثانيه. الصبح لما اجينا كان في صيادين ثانيين، حكونا على جهتهم في كثير وزلان اناث، احنا بدنا ذكر. هلا بدنا نرجع عند السياره. من الشغلات اللي بدي اتكلم عنها الرصاص اللي استعملناه في الضخ. لو تطلعوا عليها الرصاصة التبتاعها أبيض، معمول من البلاستيك أو البوليمر. هذا شو بيسوي؟ بيساعد إنه الرصاصة تتفجر بشكل أسرع، بيساعد في انتقال الطاقة من الحركة للانفجار، يتكبر الجرح في الحيوان وتقتله بسرعة. قاعدين ندور لسه ما لقينا شيء، لقينا كم من غزال صغير قاعدين يلعبوا مع بعض بيجروا ورا بعض، لكن لسه ما لقينا اللي بدنا إياه. احنا وصلنا مرحلة هلا حنطخ اي اشي طلع له حد، لو قرن هالقد طوله لازم يموت، ولازم اخلص ولازم اروح. اليوم ربع يوم ما تهممت. حركنا من اليسار اجينا هون عشان نطلع قدامنا، لانه هذا المكان كان مسكر علينا، فبنشوف نعطيها فرصة تانية. هلا رايح انقي الغداء. ببيعوه هيك وجبات جاهزه، بس كل اللي عليك تسويه انك تحط عليها مي. فبدي اشوف هلا جاي شو عنده، بدي اشوف عشان اكل اشي ما يكون في اشي حرام. تشيلي ماك ويد بيف سبايسي. This one. No pork in this one. None neither. Whichever one you want, man. Okay, so we're going to go with this one. Okay, then let's go. Alrighty. Mountain House is the brand name. Yeah. I see. هلا بخصوص صيد الدببة هون في أريزونا، نفرض مثلا انك صيد الدب وطلع هذا الدب انثى، شو بيصير في حالة صيدك؟ اي دب لازم تاخذ فروته وتروح فيها لتعون حماية الحيوان ومكتب الحيوانات هون في أريزونا. كيف يعرفوا انه انثى؟ بشوفوا اذا بيطلع منها حليب او اذا كانت بترضع، ببين عليها هيك. هم بيكونوا في مشكلة كبيرة ولازم يروحوا يدوروا على اولاد الدبة عشان ينقذوهم من البريه، لانهم بيموتوا. فبتلاقيهم بيطلعوا بهليكوبتر ولا بيسووا اي شيء عشان يلاقوا هذول الصغار، وهيك انت بتسبب مشكله كبيره. نفس الشيء اذا بتصيد اسد الجبل، لازم تاخذ الفروه تاعته تفرجيهم اياه، يتاكدوا انه مش انثى، وبياخذوا منه سن عشان يدرسوا عمره وشغلات زي هيك وبتروح. لكن اذا كان انثى نفس الشيء، راح يروح يدوروا على اولادها. اذا بتصيد غزال او اذا بتصيد الك مش لازم تبلغ ولا شيء، تاخذه بتروح على بيتك. بعد ما حط المي السخنة فيها هزها، تركها لمدة 10 دقائق، بعدها بحكي لكم كيف تطلع. هاي ركمل قلنا تقريبا هون ساعة ونص، ولهلأ ما شفنا شيء. شفنا ام معها 2 غزالين صغار، فمستحيل يعني نروح شيء تقريبا ميل عشان نجيبهم. فأعتقد هذا آخر يوم لي هون، شكله بصراحة ما حيكون في صيد غزال، بس الحمد لله كان في صيد دب. هلا بدي ارجع الخيمة ارتب اغراضي واطلع منهم. بتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم، بتمنى تشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، يمكن انزل شغلات زي هيك في المستقبل، وفي رحلة لسه اجمل من هيك حتصير في شهر 12. تحياتي للجميع، سلام.